انا فاكره اول حلقه لينا استضفنا هنا جوده، وهي طبعا الاول تحت 15 سنه في النادي الاهلي، وهي برضو بطله بنتشرف بيها جدا حقيقي وحاصله على بطولات كتيره. وهنا بنتكلم عن حبيبه برضو بطله كبيره، وان شاء الله ليكي مستقبل كمان كبير جدا وترفعي اسم النادي الاهلي واسم مصر اكيد برضو في المحافل الدوليه المختلفه. وده بيبدا عشان نتكلم فيه لازم بيبدا من سن صغير، زي ما انت قلتي ابتديتي في بينج بونج او تنس الطاوله من سن صغير جدا، كان في نظره ليكي ان انت هتبقي بطله. نفس الكلام على فكره قالته هنا، فهو هل هو بيبان يا حبيبه من البدايه؟ يعني انت ازاي حسيتي انت عن نفسك، ازاي حسيتي ان ممكن فعلا الرياضه دي يعني لما تمارسيها تبقي بطله زي ما وصلتي دلوقتي؟ انا في الاول ما كنتش بحب البينج بونج اصلا، بس بعد بقى انا ببدا اكسب وتحسي بقى ان خلاص ده انا شاطره بقى، صح؟ ايوه، فبدات احبها. حلو جدا. ومين كان بيشجعك اكتر حد في البيت؟ بابا. طب ويعني بسم الله ما شاء الله البطولات دي كلها، واحنا عارفين كان في بطوله في تونس وكان في بطوله في الاردن وبطولات في القاهره، والمفروض ان انت مسافره قريب جدا مسقط في سلطنه عمان برضو عشان تشاركي في بطوله تانية. عارفه توفقي ازاي بين الدراسه وبين البطوله؟ وبالمناسبه انت في سنه كام دلوقتي؟ انا في تانيه اعدادي. تانيه اعدادي. هو انا بصحى من النوم بدري، بذاكر لي شويه قبل التمرين، بعد كده اول ما بخلص مذاكره بنزل على التمرين، بس اخد نص ساعه قبل التمرين فتنس وكده، وبعد كده بلعب تمرين، اطلع بريح شويه وبذاكر شويه لغايه ما استنى التمرين بتاع بالليل. برافو عليكي، كويس ان انت عارفه توزيني ما بين ده وده. طب